السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ مقطع فيديو اليوم هو شامل، يشمل السرعة ويشمل صرف البنزين ويشمل انتباه السائق. اهم شيء انتباه السائق، يعني هاني هسه من اسوق من اشوف سيارة قدامي تمشي، ما احسب حساب بس هذا السائق، احسب حساب اللي قدامه، يعني اشوف اللي قدامه وقف اعرف هذا راح يوقف، اشوف واحد طلع قدامه يعني هذا راح يوقف او يصير حادث او يصير قدر او يصير فتشي. فارجو من السواق ينتبه مو بس على القدامه، ينتبه على القدام القدامه على مود يحسب حساب القدامه. يعني هسه انا جاي اسوق، شفت قدام السائق القدامي طفرت قدامه سياره او كسرت علي او داس بريك، لازم انا احسب حساب هذا. زين، ان شاء الله الفكره واضحه. واحسب حساب اللي وراي همين، يعني من اريد ادوس بريك مفاجئ او اريد اي شيء اسوي انتبه على وراي راح يضربني يدعمني. يعني مرات هذاك اليوم صار بيا موقف، انا حاسب حساب السائق قدامي بس قلت ماكو شيء، يعني ما يوقف بصراحة، فجأة وقف مكانه، يعني ما تحرك خطوة. انا رأسا بريك بعد ما يلحق عدي، دست بريك قوي وغيرت المسار مال السيارة، الرصيف كان ناصي، صعدت السيارة رصيف انتبهت طلعت تكرمون شلب قدامه. زين، فالسرعة القوية مو زينة ومو كل شارع تمشي بيه سريع. وهذا النش صار شغلتين. الشغلة الثالثة انه هاي البنية الصغيرة جا تطلع يمي، هي بنتي ميلاد واديها مكسرات اثنيناتن اي ادعوا لها بالشفاء. خوش، بعد شريد اقول لكم ان شاء الله هسه المقطع راح، هذا السفره اللي رحت بها للجنوب وش قد صرفت السياره بنزين كله راح ينزل اليوم، وشون استخدمت النافيجيشن او بيا طريق رحت وبيا طريق رجعت كله راح ينزل، وان شاء الله يعجبكم اخواني اصدقائي تدللون. اخواني هذا المسار اللي مشيت بيه اول ما رحت، مشيت على هذا المسار الخط الدولي السريع، فهو هذا الخط سريع نظيف شوي خلاني أمشي براحتي، ومشيت كل الطريق تقريبا 160 140، فترة قليلة مشيت يعني سرعة ما راح تتوقعه. وهذا الطريق السايد واحد مشيت بيه لابس 120، لأن سايد واحد ومشي للسيارة، وأنا ما يصير أمشي سريع بطريق ما يشيل السيارة. بس بالرجعة ما رجعت على هذا الطريق، رجعت على هذا الطريق، رحت للنجف ومن الديوانية للنجف ونوب للحلة ونوب رجعت للبيت. في الطريق الثاني صار أكثر من واحد، 201 هو أكثر من 281، لأن أنا كملت للحصوات للمسيب، فصار تقريبا 300 كيلو وشوية. بال 300 كيلو وشوية صرفت 50 لتر بنزين. إن شاء الله واضحة، وراح نكمل الفيديو بالمقاطع الباقيات. هسه طلعت من المسيب فولت بنزين وراح اشوف السيارة ايش قد تصرف لحد ما اوصل. تاخذ السيارة على مود الولد اللي وصاني قال لي شوف لي سيارة ايش قد تصرف بنزين. ايه عين تدلل. خلاص
على كل ان شاء الله الثقة موجودة. السيارة اخذت 41 لتر زين، وان شاء الله واضحة الفكرة. والسيارة قطعت تقريبا 260 كيلو، صرفت 41 لتر. بس ال 260 كيلو مو كلهن جرة واحدة خط سريع، وهذا بهن تقريبا اكثر من 100 كيلو سايد واحد ذهاب واياب، وسايد واحد ازدحام وتعب وعدكم علم. فان شاء الله راح يعجبكم المقطع، حلو لو لا. وهاي كلها على مود شخص واحد وصاني، قال لي السيارة ايش قد تصرف بنزين، قلت له راح اسوي لك فيديو. وتستللون اخوان، سل اعجابه والاشتراك في القناة.